انا في ايديا بيحصل تنميل من اي حاجه، يعني ممكن لو غسلت مواعين يحصل تنميل في ايديا، ممكن لو نمت اصحى الاقي ايديا لونها نبيتي او احمر كده، ما اقدرش ان انا احركها خالص. وفي الشتاء لازم ممكن احطها يعني فوق نار او حاجه لازم تسخنها او البس جوانتي. عندي دي مشكله يعني مضايقاني ومش عارفه احلها ازاي. وعندي حاجه تانية، انه لو انا عندي توالي في رجليا وعملت حقن، هل الموضوع ده يعني سهل؟ الدنيا بسيطة. طيب يا كريستينا، احنا عندنا شقين. الشق الاولاني احنا لسه متكلمين فيه حالا، قصة التنميل اللي بيحصل بالذات في فصل الشتاء اللي هو والزرقان اللي بيحصل ده، بيبقى نتيجة حاجة اسمها متلازمة رينولدز. دي علاجها زي ما انتي بتعملين، ده احنا لازم نلبس جوانتيات، وفي نفس الوقت لازم تزوري طبيب جراحة أوعية دموية عشان خاطر في بعض العلاجات اللي تقيقي في فترة الشتاء من ان الاعراض دي تحصل. تمام، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بالنسبة لموضوع الدوالي، موضوع الحقن ده موضوع بسيط بيتم في العيادة الخارجية، مفيش فيه أي مشاكل خالص لو الحالة بتاعتك ما تستدعيش حاجة أكتر من كده. وده قبل ما بنعمل الحقن لازم هنعمل موجات صوتية عشان نطمن إن مفيش أي دوالي داخلية تسبب لنا أي مشكلة مع الحقن، لأن لو في حاجة داخلية لازم يتم علاجها الأول وبعد كده نبقى نعمل الحقن، لكن الحقن في حد ذاته ده إجراء بسيط ما فيهوش أي مشاكل خالص.